السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من الحاجات المهمة جدا إن احنا نطلع الشغل بتاعنا بشكل شيك وبشكل قوي ومعمول له رندر كويس. وممكن تعمل الرندر داخل برنامج البيم نفسه، يعني مثلا لو شغال ريفيت ممكن تعمل رندر جواه مفهوش أي مشكلة، وممكن تحطه بالفيري جوا الريفيت، مع العلم إن الفيري اللي موجود جوا الريفيت مختلف تماما عن الفيري اللي موجود في الماكس والسكتش اب تماما. فانت ممكن تعمل الشغل بتاعك في اي برامج البيم وبعد كده تاخده للماكس عن سطح الواد حماده وتعمل له رندر هناك بشكل كويس. في برامج كتيره بتعمل رندر بشكل سهل زي برنامج ليومون، بتاخد الموديل من برامج البيم وتعمل رندر هناك، وسعره 1650 $3,600 في السنه. في يونيتي ده نسخة مجانية لو انت شغال لوحدك، لو شغال مع فريق من 900 ل $2,700 في السنة. في محرك اسمه انريل ده فري او 5% من الارباح. في الديسك ستينجري ده $360 في السنة لليوزر. في توين موشن ده من 1850 ل $2,600 الشراء بتاعه، وبعد كده بتدفع كل سنة $520 في السنة. وفي تدسك لايف أو تدسك ريفيت لايف ده من 450 ل$2,000 كل سنة، وبعد كده بتشتري انت كلاود كريديت كل شوية. في الاسكيب من المحركات القوية وادنس على بعض البرامج ده من 450 ل$650 في السنة. في فيوزر ده من 2000 ل 3250 في السنة دولار في السنة. في من حاجات قوية برضو البلندر اوبن سورس، تقدر تاخد الشغل من اي برامج البيم وتعمله هناك، واوبن سورس ومجاني وقوي جدا.